لكن في نحن بظهري من ويك اند، وبعطلة الويك اند ما كان في توزيع محروقات من قبل الشركات لأنه عطلة. واليوم التنين بين المحطات اللي خلص مخزونها اللي يجيها بضاعة لبعض الدهر، وفي بعض الشركات اليوم ما سلمت البضاعة بالوقت اللي في بعض الشركات الثانية سلمت البضاعة. هيدا خلل الموضوع، إن شاء الله بكرة ترجع الأمور طبيعية من المفروض. ولكن نحن اليوم شدنا انتقال وتعديل بالآلية المعتمدة لمصرف لبنان بتأمين دولارات من خلال منصة صيرفة لجزء من استيراد البنزين. كان نذكر المشاهدين كان المصرف اللبناني أمن 100% فترة استيراد البنزين على صيرفة، تأهل مؤخرا صار أمن 85%، رجع نزل ل 70%. اليوم قال لا راح انزل حامل بس 55% و 45% بيأمنوا الشركات المستورده هن من السوق الحره. هيدا خلى نسبه الدولار اللي عم تيجي من السوق الحره والفرق بين الصيرفه وبين السوق الحره خلى السعر يرتفع. يعني برأيك بالفترة المقبلة أو بالأيام المقبلة رح نشهد مزيد من الارتفاع بأسعار المحروقات؟ كل واضح صار أنه المصرف لبنان هيدي مسار ياخده لحتى ينتهي نهائيا من الدعم الغير مباشر للبنزين. يعني ال 45% اليوم رح تصير تطلع تدريجيا لتصير 100%، وتصير الشركات المستوردة وقطاع المحروقات كله يأمن دولاراته بنفسه من السوق، ومصرف لبنان ال 55% عم بيأمن مصارفها حكما رح تصير صفر. هلا امتى وقديش المهله الزمنيه هيدا القرار بايد مصرف لبنان، هو بقرر امتى وكيف النسب بتصير. ولكن حكما هيدا بده يؤدي لارتفاع باسعار البنزين، العلاقه فقط بقصه الدولار. يعني اليوم في حال اصلا كمان رح تنقول نهار اللي قداش بترتفع تنكية البنزين وقداش بتشكل فرق هيدا ال 100% وقف الدعم، هيدا له علاقة كمان بالنهار اللي بتصير 100%، قداش بيكون سعر النفط عالميا، قداش بيكون سعر الدولار صرف، قداش بيكون سعر الدولار بالسوق الحرة. ولكن في حال هلا اليوم بالنهار اللي نحن فيه صارت 100% وارتفع الدعم، تفرق تقريبا بحدود ال 65,000 ليرة، واللي هي نسبة ال 55% بعده عم بيأمنها صيرفة على الفرق بين سعر الدولار السوق سعر الدولار صيرفة. ولكن هون بدنا نعمل ملاحظة كمان انه هال 45% اللي عم تتأمن من السوق عم نشتريها نحن من السوق، هيدي عم يحتسب دولار سعر الدولار مزبوط عليه، عم بيخلي فروقات عم بتخسر اصحاب المحطات بين 4000 و 4500 ليره اليوم بالجدول اليوم، لانه محتسب ب 33.950 سعر الدولار اليوم ال 45%، ولكن نحن اشتريناه بال 34 و 500 34 و 600 لقدرنا اشترينا بنزين اليوم. هيدي مفروض تتاخذ بعين الاعتبار، وجدول اللي قبله كان نفس المشكل واللي قبله نفس المشكل، ومفروض على وزاره الطاقه تضبط أكثر طريقة تسعير الدولار اللي من السوق السوداء لحتى مش عايزين بعد خسائر أكثر وبلبلة أكثر. نعم، عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، شكرا جزيلا لك. أهلا. ملف الدولار الجمركي يحضر في اجتماعات رئيس الحكومة.